جيتكم على جناح الطير بمثل عنده مغزى وتأثير يصلح للكبير والصغير. اللي حبك حبه وكون في محبته صافي، واللي كرهك لا تسبه خليه تلقى العوافي. الحب من أسمى المشاعر اللي كرمنا بها الله سبحانه وتعالى. المحبة بين العباد فضيلة تجلب الخير وتيسر كل عسير. بالمحبة نربي نبني ونرتقي، واللي ودنا نبدلوه نفس المشاعر ونعملوه بما يليق. وعندما يغيب هذا الشعور ويحل محله شعور سيء ويتطور إلى كره، فالأنسب الابتعاد، فبالانسحاب نجد العافية وراحة البال.